بس حلو. السؤال معك مهندس، السؤال بخصوص الـ SNCB. حلو. تمام، هلا نحن بنطبقها بس على مستوى الكور او على شبكة المترو كمان بالنسبة للراوترات عندنا؟ طيب الاس ان سي بي هو كونسبت، اوكي، هو كونسبت، مش مكان اطبقه. يعني كيف لما انا اقول لك يعني اس ان سي بي هو كونسبت، طبقته على المترو بيشتغل على المترو، طبقته على الكور بيشتغل على الكور، طبقته على مش عارف ايش. خليني اشرح لك اياها بس بشكل سريع. اعتقد انت فاهم الاس ان سي بي، بس الاشخاص اللي مش فاهمين الاس ان سي بي، تمام، خلينا ايش، خلينا اشرح لهم الاس ان سي بي. شوف، الاس ان سي بي هو عباره عن انا هاو تو بروتكت ماي سيلف، عن طريق ان انا يكون في عندي تو الكتريكال كاردز، تو اوبتيكال كاردز، تو الكتريكال وتو اوبتيكال وتو ديفرنت دايركشن، دايركشن 1 دايركشن 2، تمام، في الترانسميتر. هذا الترانسميتر سايت او ترانسميشن سايت او وات ايفر سايت A، وعندي في سايت B نفس الشيء الكتريكال واوبتيكال، تمام، واعمل عمليه ايش؟ بروتكشن له، تمام، واعمل. وطبعا هاي الاولى والثانيه بيكون جاي من الراوتر، وهاي الاشاره سيم از ذس اور مين وستاند باي عند الراوتر. هذا الراوتر، تمام، نفس الشيء هون، هيك وهيك وهيك وهيك. انت عندك اس ان سي بي يا حيدر في النتورك موجود مهندس؟ ايه تمام. بس بين راوترين كور. ايوه هي. طب شو الفرق بيكون عن اذا طبقناها على المترو مهندس؟ انا هسه اشرح لك، انا هسه اشرح. تمام. طيب فانا فعليا بيكون في عندي تو ديفرنت كاردز كونكتد تو دو اوبتيكال كاردز، هذا بيكون عنده اف 1 وهذا بيكون عنده اف 2. طب ليش الفريكوانسي اللي هون بيكون مختلف عن الفريكوانسي هذا يا حيدر؟ هلا هون مهندس احنا كل وحده بعتينا على لمده غير الثانيه. ليش ما نبعتهم على نفس اللمده؟ ما هم رايحين على تو ديفرنت دايركشن. نحن كل وحده بعتينا من بورت مختلف مهندس، مو هيك؟ حسب نحن شو اخدي. ما بعرف هاي النقطه وقفنا عندها. ما ركز، الجواب عندك قدامك، اتفرج بس شويه حتعرف السبب. مشان اذا صار عندنا مشكله على الدايركشن الاول مهندس، هاي الفكره بالنسبه ماي اذا راح الكرت الاول انضرب، يعني بدل الكرت الثاني نحن طالعين على لمده غير الثانيه هذه. بينفع ال WSS؟ سؤال، هسه سؤال بسألك، بينفع ال WSS تدخل عليه two port on the same frequency؟ لا هيك لا. ايوه، هيو هذا ال WSS؟ لا لا وانا مدخل لا. عليه port الاول port الثاني، فهذه غصب عنها لازم تكون F2. اذا كانت F1 بيصير في عندي انا عملية خلاص انه الاشارة بتزبطش، يعني خلاص بتضرب، صح ولا لا؟ ما بينفع انا اجيب فال WSS لازم يكون ديفرنت فريكوانسي، ما بصير يكون سيم فريكوانسي، حتى لو انه الدايركشن هون بيكون اف 1 وفي ريدي اف 2، هون بيكون اف 1 وفي ريدي اف 2. هيك احنا دائما هذا بيكون في تو سيجنال ريدي، هاي بتكون وركينج وهاي ستاند باي، او بتكون وركينج، فما بينفع ان انا ندخل WSS، فلازم هذا يكون ديفرنت فريكوانسي. اي كانوت، هذا اللي شرحناه في الاوبتيكال. ليش عملنا بوتنشال؟ انا كان سؤالي بس على لانه نحن مطبقين على الدي دبليو دي ام 6800 او اس ان 6800، كله نفس الشيء، او اس ان 6800 1800 كله نفس الشيء. يا اختلف لي الكارت لاني مو مشتغل بالدبليو اس اس مهندس. هو 6800 على الدبليو اس اس، او انت ايش الـ ايش الـ ايش السويتشنج عندك ميكانيزم على 6800 الاوبتيكال كارد؟ الاوبتيكال كارد على الان كيو، ان كيو 2 مهندس، كان في ان كيو 4 توقع كان وقت ان كيو 2 مهندس، ان كيو 2 الكارت. شوف
ايش الكارت ايش ال NQ2 والدبليو اس اس ثواني خلينا نشوف. هو تماما المهندس على الاغلب بس انه اختلاف تسميه لانه احنا مطبقين دبليو اس اس على الاو اس ان 9800 حاطين فيها دبليو اس اس. ثواني بس بالله عليك شوف ال NQ2 هو لانه NQ ان تي ان تي ان 53 NQ2 تمام هاي لسه على مستوى الالكتريكال لما هذا اللاين يا جماعه بي وين الدبليو اس اس هذا اللاين هذا اللاين هذا اللاين يا حبيبي الان كيو انت عندك انت شكلك تستخدم تو كارت كلاينت ولاين تمام وبينهم كروس كونكت بعدين عندك الاوبتيكال هذا الكارد هذا الكارت اللاين وين بتوصله مش بتوصله على دبليو اس اس ايش عندك دبليو اس اس مهندس هلا الوصل من الراوتر ها على كرت التوم هاي الكلاينت منه من التوم على الان كيو 2 ايوه بعدين طالعين منها على المالتيبلكسر حلو بالطرف الثاني طلعنا من دي مالتيبلكسر مهندس كمان نفس الفكره على المالتيبلكسر طب ما هو نفس الشيء المالتيبلكسر المالتيبلكسر ما بيسمح لك انك يكون عندك تو ديف تو سيم فريكوانسي اون ذا سيم بورت تمام يعني سواء ايه طيب ام 40 الام 40 ايفري وان بورت هاف وان فريكوانسي فانت ما تقدر انك تجيب يعني ما بقدر ما بينفع تعمل في واحد كان يرن علي ويأذن في نفس الوقت ثواني بس خليك شوي هو سواء كان مالتيبلكسر سواء كان مالتيبلكسر او دبليو اس اس يا ما انت لازم يكون عندك مالتيبلكسر تيونيبل تيونيبل او فيكس صح ولا لا اي حاجه احنا عندنا تي دي ام 20 تي دي ام 20 او 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 ام 40 سواء تيونيبل او مالتيبلكسر المالتيبلكسر لا يسمح انه انت يكون في عندك تو ديفرنت فريكوانسي اون ذا سيم بورت يعني ما بينفع تجيب هون اف 1 واف 1 اون ذا ديفرنت بورت سيم فريكوانسي ديفرنت بورت خلاص المالتيبلكسر بقول لك كل بورت انا بدخلك عليه ديفرنت فريكوانسي صح تمام صحيح هلا مهندس نحن على الام 40 اذا اخذنا الشانل هاي انه شو اسمه شو مسبيها نحن مهندس انه الشارتين هذول الشارتين الفايبر واخذنا كمان تنتين لللينك الثاني ما فينا نستعمل نفس التردد على هذا وعلى هذا كمان هسه هذا وهذا عادي بتقدر تستخدم على نفس التردد كل وحده شانل لحالها هاي الان اسمع هسه هذا الكرت وهذا الكرت عاد تقدر تستخدم نفس التردد لانه ديفرنت كارت بس نوت ذا سيم كارت سيم كارد يو كانوت يعني ما تقدر تجيب هذا الكرت تحطه على اف 1 على فكرة انت عندك هيك اوكي بس عشان فور يور انفورميشن انت عندك التي شو الكرت الاول تبع الكلاينت هو التوم بعدين وانت عندك تي ان كيو وبعدين المالتيبلكسر بلس دبليو اس اس اذا رايح على ديفرنت دايركشن تمام المالتيبلكسر بالطرف الثاني بالعكس مهندس بالضبط نفس الشيء عندك هون بس الفكره كلها انا انت هل بتقدر هل بينفع انك تدمج 900 و900 اون ذا سيم باندويث على نفس الاريا لا صح لا هيك لا لا هاي هو السبيس هذا هو السبيس ما تقدر تجيب اف 1 واف 1 وتدمجهم على نفس الكرت مالتيبلكسر كل بورت عليه فريكوانسي مختلف طب والله برا ما انا دخلتهم على نفس الكرت وضبط معايا حيصير في عندك انترفيرنس ايوه تمام وصلت خلاص وصلت تمام ايش هدف الاس ان سي بي يا جماعه بس خلينا والله ايش هدف الاس ان سي بي هدف الاس ان سي بي انه لو وقع كرت على سبيل المثال انت في عندك ديفرنت باث لو وقع كارت فانا في عندي ديفرنت باث تمام لو وقع كارت فانا في عندي ديفرنت باث لو وقع كارت فانا في عندي ديفرنت باث تمام هذا في الاسنس في فول بروتكشن من الالكتريكال ومن الاوبتيكال حلو واضحه هاي مهم جدا يا جماعه تفهموها ترى هاي معلومه مهمه جدا 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 عشان بعدين ننتقل على اللي بعد طيب ركز معي حيدر الحين فعليا في الكور تو كور شو بيكون في عندي في الكور تو كور بيكون في عندي سايت وسايت مربوط بكور انت عندك هون سايت وسايت عندي هون سايت وسايت وسايت وعندي هون سايت وسايت وسايت سايت صح حلو تمام انت عندكم ايسون ولا ما عندكم ايسون لا ما في لا مو مطبقين على شبكه المهندس طيب انا ليش بستخدم الاس ان سي بي من الكور تو كور عشان احدد اي كو اي بو اي 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 لينك يكون المين
واذا لا سمح الله صار في عندي دروب في اي شيء، يا بتوجه من الكارت على هذا اللينك، يا بتوجه من الكارت ميل الكلاينت، او بتوجه على الـ على البروتكشن باث. ولو نفرض ان البروتكشن باث هون، هسه ما في ولا اي طريقه اعمل فيها بروتكشن الا عن طريق الاس ان سي بي. ليش؟ لان انا فعليا في عندي 3 دايركشن 4 دايركشن ما بين الكور تو كور، صح؟ فانا لازم احجز فريكوانسي 1 وفريكوانسي 2، فريكوانسي 1 وفريكوانسي 2 على البوث دايركشن، بحيث انه لا سمح الله انضرب عندي السلك اللي واصل على الكلاينت الاول يروح على الثاني، انضرب عندي اللاين يروح على الثاني، انضرب عندي الكلاينت يروح على الثاني، انضرب عندي المالتيبلكسر يروح على الثاني، صح؟ وانضرب عندي الدايركشن يروح على الثاني. يعني هو الاس ان سي بي هدفه انه اني افكت من الكلاينت او اللاين، وانا قلت كلاينت او لاين يعني ماكس بوندر، تمام، او عندك الاوبتيكال سواء كان المالتيبلكسر او الدبليو اس اس، تمام، او او الفايبر كيبل، يطلع من الدايركشن الاول للدايركشن الثاني. سويتشنج ليز دان 50 ملي سكند. اوكي تمام، حلو. طيب خلينا نشوف شو اسمه، خلينا نشوف المترو، تمام. ركز معي بس في المترو. المترو كيف بيكون؟ بيكون عندك سايت مشبوك على سايت مشبوك على سايت مشبوك على سايت مشبوك على سايت، تمام، صح؟ هيك بيكون المترو. وبعدين هذا الكور تو كور، اوكي، بيكون له ايش؟ مالتيبل دايركشن. المترو بينشبك من الكور تو كور، صح؟ على الكور، على اقرب راوتر مشبوك، صح؟ تمام مهندس، تمام. المترو عندكم زي هيك، صح؟ بالضبط، رينج، او بكون مثلا عندك هيك، تمام، مشبوكين بين بعضهم، بالاخير في الوصل مع الكور، عندنا مع شبكه الكور. ممتاز، طيب حلو. ركز معي، ركز معي. لو بدي استخدم الاس ان سي بي هون شو بستفيد؟ ركز، ها، لانه هون مربط الفرس. لو بدي استخدم الاس ان سي بي هون، تمام، يعني عندي هون اف 1 واف 2 اف 1 اف 2 اف 1 اف 1 اف 2 اف 1 اف 2 اف 1 اف 2 اف 1 اف 2، تمام، واحجز هذا اف 1 داش اف 2 واحجز هذا اف 1 داش اف 2، صح؟ مش هيك حكينا الاس ان سي بي، صح؟ يكون في عندي هون 2 بورتس، يكون في عندي هون 2 بورتس، يعني في عندي هون، تمام، بلاش نستخدمها زي هيك، معلش خليني بس ارجع خطوه واحده. هسه الاس ان سي بي لازم يكون بير دايركشن، صح؟ بين سايت تو سايت، صح؟ ايه تمام، بين الراوترين هذول. حلو، خلينا نقول هذا السايت وهذا السايت، هون الراوتر الاصلي تبعك وهون الراوتر اللي بدك تروح عليه، صح؟ تمام مهندس. افرض انا في عندي 2 كاردز و2 كلاينت و2 اوبتيكال، وهون في عندك كروس كونكت، تمام، اوكي، وهذول ماشيين زي هيك، اوكي، رايحين على 2 لاين و2 كاردز و2 اوبتيكال. حلو؟ طيب ركز معي. لو وقع الفايبر كيبل شو حيصير؟ راح ننتقل للبروتكشن فورا. ما في بروتكشن، ما في بروتكشن، ما راحت اللينك هون الا اذا كان عندنا بروتكشن مايكرويف. طلع ركز، وين البروتكشن؟ يعني انت عندك سايت A وسايت B، انت ما عندك ايسون، انت عندك اس ان سي بي، يعني الدايركشن محدد، وفعليا انت بتروح من هون لهون، تمام؟ تمام. حجي تقول لي طيب ابراهيم انا بدي اروح من هون، ما انت في مجال ثاني انه ايوه تمام، حجي تقول لي بدي اروح من هون لهون، حقول لك انت مجنون يا حبيبي، المسافه من هون لهون 100 كيلو، ومن هون لهون 2000 كيلومتر. يعني انت بدك تتخيل انت بتروح من السايت للكور الاول، تمام، للكور الثاني، يعني انت بتروح مثلا من المنطقه اللي انت فيها لدمشق، وبدك تروح مثلا عن طريق لفه طويله عشان ترجع، مثلا خلينا نقول انك انت صد من دمشق لحلب، فدمشق لحلب في دايركت روت،
والروت الثاني بيطلع من 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 دمشق لفوق، ما فيش إشي فوق دمشق تمام، بس خلينا نفرض انه في إشي فوق دمشق بيطلع لفوق دمشق، بعدين بروح على اقصى الشرق، بعدين بنزل اقصى الجنوب، بعدين بروح على على حلب، او بروح على اللاذقيه. تخيل انت اللينك الثانيه، انا نقول هون اذا ما خاب ظني اذا كانت هاي، خلينا نقول انه هاي الشام، ونقول هاي حمص مثلا، ونقول هاي اللاذقيه. فانت بدك تروح من الشام لحمص، هذا الدايركت مثلا خلينا نقول 100 كيلو مثلا، ومن هون هذا عبارة عن 100 كيلو، وهذا عبارة عن 100 كيلو، هذا عبارة عن 100 كيلو، بتنقل بين المدن. تخيل انه هاي سوريا تمام، اوكي انا عندي سايت هذا، هذا دمشق وهذا حلب وهذا اللاذقية، وانت اللينك الثاني هيك تمام، بده يلف المسار الطويل كلياته. ايوه، فهذا 100 كيلو وهذا 2000 كيلو، فمش منطق يعني بتسوي انت بدك عشان يعني، ثم انه يعني اول شيء لو بدك تعمل اس ان سي بي هون بين اللينكين هذول، فهذول الاثنين حيمشوا في هذا الفايبر كيف، هذا الفايبر كيف الخط ما استفدت انه اس ان سي بي تبعك كله 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 ما استفدت عليه. انا هدف اس ان سي بي احطه على تو ديفرنت دايركشن. طب بدك تحط لي على هذا اللينك الطويل، حقول لك في مشكلتين، اول شيء طويل جدا، ثاني شيء انا اصلا في عندي اس ان سي بي من الكور تو كور، يعني انا في عندي من هذا الكور لهذا الكور في عندي اس ان سي بي، فانت بس حتزود عدد الريسورس والثروبوت على الفاضي. ايوه يعني تمام، حتحمل النتورك كروت زياده على الفاضي، لانه انا اصلا في عندي بروتكشن من الكور تو كور. طب ايش ابراهيم الحل؟ قال لك شوف الحل انك انت ايش عشان تحمي حالك، خلي الكور اللي سوري المترو ينشبك على اقرب تو كور عندك. ايوه تمام تمام، لو بدك تشبك على اقرب تو كور فانت مش محتاج الاس ان سي بي، لانه هاي بوينت تو بوينت وهاي بوينت تو بوينت تمام. فانت عندك الراوتر مشبوك على راوتر ومشبوك على راوتر، فاذا فصل هذا الراوتر باي ديفولت حتروح الاشاره عند هذا الراوتر، ووصلت عند هذا الراوتر فانت فعليا في الكور تمام، فحتحول الروت تبعتك ل الكور تو كور تمام. وصلت الفكره؟ ايوه تمام وصلت الفكره. انا اول سؤال كان مهندس اقترحنا على قسم البلانينج انه روت ثاني بس ما قبلوا فيه، هي هاي الفكره انا وقفت عندها، انه ليش ما قبلوا بالروت الثاني؟ هو اطول من اقترحنا على قسم على قسم البلانينج، عندنا اقترحنا عليهم انه ننقل الاس ان سي بي على روت ثاني بس ما قبلوا فيه، انه هو اطول من الاول، انا هاي الفكره بس وقفت عندها انه ليش ما قبلوا الروت هذا؟ لانه اطول بكثير، ثم انت اوريدي عامل لينك من هون لهون، ليش يعني ليش الهبل بدك تروح وتلف وترجع عشان تجي هون؟ خلاص انت اعمل اعمل الراوتر تبعك هذا ينشبك هذا الراوتر، ينشبك هذا الراوتر عن طريق الام بي ال اس، هو باي ديفولت لما يصير في كت هون هو باي ديفولت بيعمل لك ريروت للسيرفيس من هون، وهذا في عندك اوريدي لينك اس ان سي بي من هون لهون، هذا في عندك لينك اس ان سي بي كيف ابراهيم، هذا اول لينك، وفي عندك كمان واحد ثاني هون. ايوه فهمتني؟ ايوه تمام إيه. تمام تمام وضحت الفكره. فعارف انا عادي المترو ينشبك على تو كور بوينت تو بوينت اكتف اكتف، ركز كلمه اكتف 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 تمام، اثنين شغالين يس اكتف اكتف على طول. بحال اكتف اكتف نحن عم نبعت على المسارين سوا يس يعني بنقسم الترافيك او كيف بتصير؟ لا نفس الترافيك على اليمين وعلى اليسار. عم نبعت مرتين يس. طب هيك مو استهلاك للموارد كمان مهندس؟ انت بدك تعمل بروتكشن، بدك تعمل اكتف اكتف اور اكتف ستاند بايب، تقدر تعمل اوتيفر، بس احنا فعليا عشان عشان ما يصير في خلينا نقول عمليه ديلي بنحطه أيوة اكتف اكتف تماما. الاكتف اكتف بتكون انه ما في ايسون على الشبكه بيكون ايوه لما يكون في ايسون على الشبكه بيكون انت أيوة لو انت موافق ما عندك مشكله في اللاتنسي او الديلي اللي بيحصل، انك انت لما يصير في عندك كات الام بي ال اس بده يعمل سويتشنج، فبده يروح يشوف الاي بي، يشيك على الاي بيات اللي حواليه وين اقرب طريق اخر للاي بي، صح ولا لا؟ هاي الام بي ال اس صحيح، الراوترات اللي بتوصلك على الاي بي ويعمل سويتشنج، فهذا بتاخذ تايم. لو عندك سويتشنج كمان في موضوع الاوبتيكال تمام، فاحنا ما بدناش نزيد اللاتنسي، بنعملها اكتف اكتف. هاي في النتورك اللي اللي مش مسموح فيها اللاتنسي، طبعا النتورك اللي مسموح فيها اللاتنسي عادي براحته هو حر تمام. طيب مهندس السؤال بس سؤال اخير، الاس ان سي بي نحن بنعتبره بروتكشن على الاوبتيكال او على الالكتريكال؟ كله كله على اثنين سوا
الاس ان سي في تمام. انت بتعمل بروتكشن على كله. اذا انت عملت يعني هدف الاس ان سي في ان يكون عندك بروتكشن على كله، الهدف انك يكون عندك بروتكشن على كله. اذا كان البروتكشن يعني انا ليش في هاي المره يعني ليش ما استخدمت الاس ان سي في هون؟ تمام، لانه الاوبتيكال ما في عليه بروتكشن، يعني نو نيد، ما استفدت. شو استفدت؟ ايوه تمام. متى هي الكروس كونكشن اللي بين الكروت كلها تاع الدي دبليو دي ام، هي الاس ان سي بي صارت ما بين ليش هاي العمليه لما كنت تجيب كرتين وتدخلهم فايبر كيبل وتعمل هون الكروت هاي كلها، هاي شو بيسموها؟ هاي بيسموها سنجل بوينت اوف فيلير، سبوف. ايوه سنجل سبوف. انت قول لهم هذا سبوف. سبوف يعني سنجل بوينت اوف فيلير، يعني اذا صار في قطع الفايبر كيبل خلاص وقعت السيجنال، هذا سنجل بوينت اوف فيلير. ايوه تمام، راح الترافيك كله، هذا ما في مجال ابدا لحتين قلب. ايوه تمام. ما تيجي تحكي لي ان انا عملت بروتكشن، ما عملت بروتكشن، راح الترافيك. انك انت الدايركشن تبعك من هون لهون. وصلت؟ ايوه تمام. معناتها على الشبكه المهندسيه ما في حاجه غير كان انه الاس ان سي بي موجود عندنا على الكور، ما في حاجه يكون على المترو، بما انه موصول كل راوترات المترو هي موصوله اساسا مع الكور عندنا على التو كور. لو بدك تحمل الكور، لو بدك تحمل مترو، اعمل دايركشن، اعمل دايركت على طول كونكتيفيتي ما بين المترو ونيرست تو كور اور نيرست تو سايتس، حتى مش شرط تو كور. يعني اذا انت عندك السايت هذا، ممكن اذا كان في عندك هون راوتر، خلاص انه انا اعمل دروب هون واعمل دروب هون، وهذا الراوتر يعمل كونكتيفيتي هون ويعمل كونكتيفيتي هون. تمام، فانت فعليا انت عارف يعني الام بي ال اس او الراوتينج بشيك بالضبط، بشيك وين الدايركشن من الراوتر اللي انا بدي ادخل فيه للراوتر انا بدي اطلع منه. طبعا المسارات كلها صحيح. يعني هذا مشبوك على 1 2، هذا مشبوك على 1 2، هذا مشبوك على 1 2 3، هذا كور عاده، وهذا عاده كور، وهذا مشبوك على 1 2، وهذا مشبوك على 1 2. فانت فعليا تمام اعمل اي بي 1 اي بي 2، فهو فعليا اي بي 3 اي بي 4 اي بي 5 اي بي 6 تمام. فهو باي ديفولت اذا صار في كت هون او صار في فقد للبيانات هون، باي ديفولت حيعمل سويتشنج لهاي، لانه هو عارف عشان اوصل انا من السايت هذا للسايت هذا في عندي مالتيبل دايركشن. تماما ايوه تمام، وصلت مهندس، يعطيك العافيه، شكرا. الله يعافيك. وبهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم، بتمنى انكم استفدتوا. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل شيء جديد. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.